السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي. شفنا في العصص للعاشر إن القراصنة عملوا اجتماع بدون سيلفر. المهم خلصوا الاجتماع بتاعهم وكانوا جايين، كان في واحد فيهم ماسك ورقة وماسك وماسك معاه سكين. اللي جه واحد فيهم اللي كان اسمه جورج وإدى الورقة ديت لسيلفر، فسيلفر مسك الورقة كده وقال يعني فيما معناه I am not the captain now isn't that it، يعني انا مش الكابتن الوقت. وبعدين طلب منهم ان يديله ان ياخد منهم تورش. تورش يعني ايه؟ يعني زي كشاف او شعله كده. قال له انتو سي ات بيتر. فجورج قال له ايه؟ don't play your tricks on us، ما تلعبش الخدع بتاعتك ديت علينا. سيلفر رد قال لهم I am still the captain till you tell me why shouldn't be، يعني ليه انا ما كنتش الكابتن. فبدا جورج يشرح له، قال له ايه؟ قال له your plans، الخطه بتاعتك don't work، your plans haven't worked، يعني الخطط بتاعتك ما اشتغلتش. والحاجه الثانيه you let Trelawney and his men leave the fort، يعني خليت Trelawney والرجاله بتاعته يتركوا الحصن. تمام. And we are sure وإن هم كمان متأكدين that they have a plan، إنهم عندهم خطة. وقالوا له كمان you wouldn't let us follow them، وما سمحت لناش إن إحنا نتبعوهم. And there is the boy، والولد كمان اللي موجود. فسيلفر قال لهم كده كل حاجة؟ is that all؟ قالوا جورج يعني قال لهم مش كفاية كده؟ قال لهم طب تعالوا شوفوا، استخدم سياسة الترغيب والترهيب اللي بيقول عليها بالإنجليش stick and carrot. إزاي؟ بدأ يتكلم لهم ويذكر لهم أمثلة في اللي ما سمعوش كلامه، هانز وأندرسون. وقال له أنت يا جورج، قال له if we are arrested when we return to England it's because of those people، بسبب هؤلاء الأشخاص. تمام؟ يعني قال لهم إن دولة اللي ما سمعوش كلامه كان نهايتهم أهو. تعالوا بقى أنا نسرد لكم الأسباب اللي عندي. السبب الأولاني قال لهم إن I came to an agreement with the doctor to look after us most of us are patient، يعني قال لهم إن إحنا معظمنا مرضى وإحنا محتاجين لمساعدة الدكتور. تمام. وأنا وصلت الاتفاق مع دكتور ليبسي إنه هيساعدنا. الشيء الثاني قال لهم إن الولد ده البوي ده هيبقى useful، يعني مفيد، if we want to negotiate، لو احنا عايزين نعملوا عملية نقاش او مفاوضة with the other team، مع الفريق الثاني. مش كده وبس، قال لهم انا لم اسمح لكم انكم تتبعوهم because of this، وراح نطلع لهم الخريطة بتاعة الكنز، الخريطة بتاعة الكنز بتاعة فلينت. فجورج بص فيها وتعجب وقال هي فعلا دي الخريطة بتاعة فلينت. قال لهم طب بعد بقى ما انتوا شفتوا الحاجات دي، جورج بقى رد قال له ايه؟ احنا دلوقتي فقدنا السفينه، فايه هيكون قيمه هذا الكنز بدون هذه الايه؟ بدون وجود السفينه. فقال له يو لوست ماي بوت، انت اللي ضيعت السفينه، بات اي كان فايند ذا تريجر، هو شود بي ذا كابتن ناو. راح بص بقى للتونين، مين يا جماعه اللي المفروض يبقى الكابتن الان؟ فالمهم مورجان قال ايه؟ قال ان سيلفر از رايت، يعني سيلفر على صواب، اند سيلفر از ستيل ذا كابتن. اول ذا بايريتس، كل القراصنه اتفقوا على ان سيلفر ما زال هو القبطان، ما زال هو الايه؟ القبطان. وكلهم كانوا سعداء، كانوا بيضحكون ويغنون ما عدا جورج. راح عمك سيلفر قال له انت اللي لادي تحرس الحصن، توقف على حراسه على الحصن اللي لدي. جيم هاوكنز بدأ يفكر في شخصية سيلفر وإزاي إن هو بيستطيع إنه يحتوي هؤلاء القراصنة، وإنه ممكن يعمل أي شيء لمصلحته هو الشخصية ليس إلا، يعني دايما ما بفكرش إلا في إيه؟ ما بفكرش إلا في نفسه. المهم بيقول نمنا الليلة دي وصبحنا الصبح على صوت أيقظنا جميعا بما في ذلك جورج اللي كان قائم على الحراسة، الكل استيقظ على هذا الصوت. الصوت ده كان مين؟ الصوت ده كان صوت دكتور ليفسي. سيلفر لما دكتور ليفسي نادى قال له كم إن، تعال اتفضل، جورج ويل اوبن ذا دور فور يو، جورج هيفتح لك الباب، وي هاف جوت ا سربرايز فور يو تو، واحنا كمان مجهزين لك مفاجأة. سبحان الله، دكتور ليفسي قال له دو يو مين جيم؟ يعني هل تعني جيم؟ اند هي لوك سربرايزد، وبدا عليه انه مندهشا. وبدا دكتور ليفسي يمارس العمل بتاعه كطبيب،
وكان بيعتني بالقراصنة كما لو كانوا مرضى إنجليز، ولكنه قال لهم كلمة معينة أو كوتيشن معين، قال لهم I want to keep you all healthy so we can get you back to England for a trial، يعني عشان ناخدكم مرة تانية لإنجلترا من أجل الإيه المحاكمة. المهم يا جماعة بدأ يكشف عليهم ويسأل جورج خدت الدواء، ويكشف على ده ويكشف على ده، وبعدين مورجان قال له ان ديك لا يشعر بانه كويس يعني. فالمهم قال لهم دعوني نشوفوا ليت مي سي هيم، شاف جورج شاف ديك سوري شاف ديك، فقال ان ديك عنده ملاريا، وقال ليه واحد زي سيلفر الراجل شاطر ما عرفش هذا، وان سبب الملاريا ديت ان انتوا كنتوا نايمين على سطح الايه على سطح الجزيره. بعد ما كشف عليهم قال لهم Now I'd like to talk to the boy please، يعني أنا أود أن أتحدث إلى الولد من فضلكم. فجورج قال له لا no، لكن سيلفر قال له be quiet يعني كن هادي، you can't talk to the boy you have helped us a lot دكتور ليفسي، يعني أنت ساعدتنا كتير يا دكتور ليفسي، وأنت تستطيع أنك أنت تتكلم مع الولد، بس إحنا عايزين حاجة معينة، إن جيم هاوكنز يوعدنا أنه ما يهربش. جيم هاوكنز وعدهم أنه ما يهربش، قال له خلاص أنت هتتكلم مع الولد بس أنت هتكون خارج الحصن، والولد هيكون داخل الحصن لو جيم هاوكنز ده بقول دكتور ليفسي، وأنت هتتكلم وهتتكلم من خلال الشباك. المهم اتفقوا على ذلك. لما سيلفر ودكتور ليفسي وجيم هاوكنز بعدوا عن القراصنة، وأدرك سيلفر أن القراصنة كده مش سامعينهم، قال له يا دكتور من فضلك قل للآخرين قديه إن أنا ساعدتك، وكمان لولا أنا اللي كنت سبب في أن ينقذ هذا الغلام الولد ده. والمهم دكتور ليفسي بيقول له you are frightened يعني شكلك خائف، قال له no I am not frightened but I know that you are a good man، لكني عارفك إنك أنت رجل كويس، and you will see the good in me، وانت هتشوف الجاي ان انا كوان كويس. المهم يا جماعة ان سيلفر سافهم وبعد في مكان بعيد عنهم، وكان بدأ يتكلم جيم هاوكنز مع مين؟ مع دكتور ليفسي. دكتور ليفسي قال له جيم what happened why did you leave us when we needed you، تاني قال له جيم what happened why did you leave us when We needed you، يعني انت ليه سبتنا في الوقت اللي احنا محتاجينك. جيم فيلت باد and began to cry وبدأ يعيط ويبكي، واخد حياتك، قال له ان القراصنة كانوا حيقتلوني لولا سيلفر، ودلوقتي انا وعدت سيلفر اننا نستنى معاه ولن استطيع ان اذهب من هذا المكان. فدكتور ليفسي قال له لا ده انت تنط نطة واحدة داخل الحصن وبعد كده هنطلع نجري، قال له لا لان هم لو اذوني كنت هنضطر نقول لهم على مكان السفينه because I got the ship، لان انا حصلت على السفينه. قال له you got the ship، ده دكتور ليفسي اللي بيساله، قال له انت حصلت على السفينه، قال له ايوه it's in the north of the island، انها في الشمال من على الجزيره half on the sea and half on the beach، نصها في الميه ونصها على الشط، وراح حكي له القصه بتاعته. فدكتور ليفسي قال له You saved us many times in this journey، يعني أنت أنقذتنا مرات عديدة في هذه الرحلة. المهم وبدأ يتكلم تاني دكتور ليفسي بعد ما أنهى الحديث بتاعه مع جيم هاوكنز، بدأ يتكلم مع مين؟ مع سيلفر. فبقول له يا سيلفر إيه؟ بقول له Don't try to search for the treasure، يعني ما تحاولوش أنكم تبحثوا عن الكنز، It will be dangerous، يعني هيكون خطير جدا. فسيلفر قال له But I can save my life، يعني أستطيع أن أنقذ حياتي and the boy's life وحياة الطفل If I find it، لو أنا وجدت هذا الإيه؟ لو أنا وجدت هذا الكنز. قال له خلاص طالما ان انتوا مصرين keep the boy close to you، يعني خلي الواد قرب منك، and if you need help، ولو انت احتجت مساعدة shout for it، يعني صيح من اجلها، and we will help you، وسوف نساعدك. وخلاص سيلفر قرر انه حيروح هو والرجالة عشان خاطر يبحثون عن الايه، يبحثون عن الكنز. طب ايه اللي هيحصل؟ ده اللي ان شاء الله بإذن الله عز وجل في الرحلة بقى في البحث عن الكنز، وإيه دور سيلفر في هذه الرحلة، ده اللي إن شاء الله هنتعرف عليه بإذن الله الفصل 12.
تعالوا بقى نشوف الاحداث على السمارت بورد. طب تعالوا بقى يا حبيبي كده على السمارت بورد، نبدا الاول بالكلمات اتفاقيه او اتفاق اجريمنت. اجريمنت يقبض على الريست، الريست يتبع فولو، فولو الخير جود، جود قفزه جامب، جامب ايماء او اشاره، نود نود مريض او صبور، بيشنت ولاحظوا ان التيم الاي بتخش بيشنت، وعد او يعد يعني بروميس، بروميس يذكر، ريمايند ريمايند يثق فيه، تراست تراست مرض الملاريا، ملاريا ملاريا يتفاوض، نيجوشييت لاحظوا في التي والاي هنا يا جماعه ش ني نيجوشييت، مفيد يوسفول يوسفول صوت بشري، فويس فويس يصل او يتوصل الى اتفاق، كم تو اجريمنت كم تو اجريمنت باستثناء اكسبت فور اكسبت فور يشعر بحاله جيده، فيل ويل فيل ويل يبقى قريبا، كيب كلوز كيب كلوز يأمن، ستاي سيف ستاي سيف يجرب حيلة على، تراي اتريك اون تراي اتريك اون يستيقظ، ويك اب ويك اب يمشي بعيدا، ووك اواي ووك اواي يعتني به، لوك افتر لوك افتر يبدو مختلفا، ساوند ديفرنت ساوند ديفرنت يبقى قريبا، ستاي كلوز ستاي كلوز يمشي الى الامام، ووك فورورد ووك فورورد يمشي من خلال، ووك ان ثرو تي والاتش ث والجي والاتش ما تضعوش، ووك ان ثرو باندهاش، ويز وندر ويز وندر. تعالوا بقى يا جماعه بقى على تفاصيل الايه، تفاصيل الاحداث اللي بيحكي لنا جيم هاوكنز طبعا، وايه ومعانا كالعاده مس صوفيا ماشي، بس اتفضلي. The pirates walked in through the door. القراصنه دخلوا خلال الباب. One of the men was holding a piece of paper. واحد من الرجاله كان ماسك قطعه من الورق. And he nervously walked forward to give it to Silver. وهو مشى كده بعصبيه عشان يديها لسيلفر. Silver read it. So I'm not the captain now. Is that it? سيلفر قراها وقال يعني معناتها كده انا ما عادش الكابتن. Can I have the torch for a minute so I can read it better? يعني هل ممكن ناخد الكشاف لحظة بس عشان نقراها أفضل؟ Don't try your tricks on us, said one of the pirates called George. جورج والله أعلم كان يبدو إنه عايز يكون هو اللي مكان سيلفر يبقى هو الكابتن. فقال له ما تلعبش الخدع بتاعتك، كلمة تريكس على الخدع on us. I'm still the captain until you tell me why I shouldn't be, said Silver. يعني بقول لهم أنا ما زلت الكابتن حتى إنكم تخبروني ليه أنا ما نكونش الكابتن. We can't tell you, said George. فجورج قال له ممكن نقوله لك. First, your plans haven't worked. أول شيء الخطط بتاعتك ما اشتغلتش. Second, you let Trelawney and his men leave the fort. وبعد كده حضرتك سبت ترلوني ورجالته وغادروا الحصن. And we are sure that they have a plan. واحنا متأكدين ان هم عندهم خطة. Third, you wouldn't let us follow them. يعني لم تسمح لنا ان نتبعهم. And fourth, there is a boy. وكمان الشيء الرابع يعني الولا الموجود ده. Is that all? Asked Silver. يعني هو ده كل حاجة؟ That's enough, isn't it? Said George. ألا هذا كافيا أليس كذلك؟ I'll answer each reason, said Silver. يعني أنا سوف أرد على كل سبب. First, who didn't do what I asked them to do. واستخدم بقى السياسة بتاعته يا مصطفية اللي هي سياسة الايه؟ stick and carrot. Stick and carrot اللي هي بنقول لو ترجمة حرفية هنقول الايه؟ الجزر والعصاية، لكن مش المقصود بيها كده، ولكن كسياسة الايه؟ الترغيب والترهيب. رغب ورهب، فرهبهم الأول. قال لهم اه شوفوا اللي ما سمعش كلامي، مين اللي سمعش كلامه؟ اندرسون هانس اند يو جورج. يعني بقول لهم اندرسون وهانس دول ماتوا الاثنين، وانت بقى في سلامتك يا عم جورج. If we are arrested when we return to England. لو تم القبض علينا لما نرجع لانجلترا. It's because of those people. هيكون بسبب الناس دي. Second, we have a doctor in the island. انتوا ناسين يا جماعه ان احنا عندنا دكتور على الجزيره. He is important because some of us are very ill at the moment. إنه مهم لأن بعض مننا مريض جدا في اللحظة دي.
The doctor and I came to an agreement. يعني أنا والدكتور وصلنا لاتفاق. Came to an agreement. يعني وصلنا لاتفاق. So that he would help us. حتى يستطيع أن يساعدنا. And the boy, he will be useful if we need to negotiate. والولد ده هيكون مفيد لو إحنا احتاجنا نعمله عملية negotiate. Negotiate يعني إيه؟ يفاوض. Negotiate. And what about reason three? طب وبالنسبة للسبب الثالث بقى؟ Well, this is why we didn't follow them. ده السبب يا جماعة مره لكم هو السبب اللي احنا ما اتبعناهمش. He continued and showed them the treasure map. وراهم ايه بقى؟ وراهم خريطة الكنز. Treasure map. I was very surprised and I didn't understand why the doctor had given the map to him. حتى جيم نفسه بيقول انا كنت مندهش ومش فاهم ليه الدكتور اعطاهم الخريطة. The pirates, however, looked at it with wonder. يعني القراصنة بيبصوا فيها بتعجب. That's Flint's map, said George. جورج نفسه اللي كان عمال يعترض جلدية خريطة فلينت. But how are we to take his treasure home if we don't have a ship? فراكم قال له راكم قال له طب والمشكلة يعني احنا دلوقتي بقى عندنا الخريطة بتاعت الكنز، طب لو لقينا الكنز هنعطوه ازاي للوطن واحنا اصلا ما معناش سفينة؟ Listen, George, said Silver. You lost my boat. But I can't find the treasure. قال له اسمع بقى يا جورج احنا صحيح فقدنا او انت فقدت القارب بتاعنا ولكن نستطيع ان ننزل الكنز. So who should be captain now? راح بقى يبص القراصنة مين يا جماعة اللي يبقى كابتن الان؟ Silver's right, said Morgan. مورجان قال لهم لا كده سيلفر على صواب. And the other pirates agreed. والقراصنة الاخرون وافقوا على ذلك. Silver was still the captain. يعني كابتن ستيل سيلفر ما زال هو الكابتن. The pirates now seemed happy except for George. وكل القراصنة كانوا سعداء ما عدا except for يعني ما عدا جورج. Silver made him guard the fort all night while the other men laughed and sang. يلا دلوا على دماغه وقال له طب انت بقعد لك حراسة الايه؟ حراسة الحصن ده طول الليل وباقي الرجالة عمالين بقى يضحكوا ويغنوا والدنيا حلوة. I lay down and thought about Silver. يعني بيقول كده يا جماعة استلقيت نائما ده جيم اللي عمال يحكي وعمال مفكر عن سيلفر. I understand that he was very clever. يعني فهمت انه راجل شاطر جدا. He knew how to be friends with all the pirates. يعني هو بيعرف ازاي انه صاحب كل القراصنة. At the same time as only thinking about himself. وفي نفس الوقت ما فكرش الا في نفسه. He would do and say anything to stay safe. يعني ممكن يقول اي حاجة او يفعل اي حاجة عشان خاطر يظل هو على امان. The next morning, الصباح التالي, a voice woke us all up. يعني صوت أيقظنا جميعا. And I mean all of us. كلنا أقصد كده مين يعني. Even George the guard. حتى جورج الحارس. It was Dr. Livesey calling us. كان دكتور ليفيسي بينادي علينا. I was very happy to hear him. أنا كنت سعيد جدا إن أنا سمعه. But also worried. ولكني برضو كنت قلقان. I had left my friends and now I was with Silver's gang. يعني بنقول ان انا تركت اصدقائي والان مع العصابه بتاعت سيلفر. What Dr. Livesey think? يعني ايه اعتقد دكتور ليفيسي؟ Good morning doctor, said Silver. يعني صباح الخير يا دكتور قال سيلفر. Come in. George will open the door for you. تفضل حضرتك جورج سيفتح الباب لك. We have got a surprise for you too. واحنا مجهزين لك بقى حته دهشه مفاجاه بقى سيربرايز. Do you mean Jim? Asked Dr. Livesey. أنا مش عارف إزاي دكتور ليفيسي قال لهم هل تقصدوا جيم؟ أنا مش عارف يعني إزاي جت معاه بس. He looked surprised as he came near us. يعني هو بدأ عليه الاندهاش ها وهو بيقترب علينا. That's right, said Silver. يعني قال هذا صواب قال سيلفر. The doctor didn't speak for some time. ما تكلمش لبعض الوقت. Then he said, "Let me see your patients." لكن لهم دعوني أشوف الإيه المرضى بتحكم. He walked into the fort and with a small note to me, walked up to the ill pirates. أولا كلمة نود يعني وأمة يعني وأمة كده بقول هو مشى كده في الحصن وأومأ له كده إنه في مشى إيه وباتجاه القراصنة المرضى. He talked to them as if they were an English patient. يعني تحدث لهم كما لو كانوا مرضى إنجليز. Although he knew they were all dangerous men. وهو يعرف جيدا أنهم رجال خطيرون. I hope you took your medicine, he said to George. قال لجورج نفسه أنا أتمنى تكون خدت الدواء بتاعك. Yes sir, I did, he replied. يعني نعم يا سيدي.
Good, because now I am a pirate doctor. أنا الدكتور بتاع القراصنة. I want to keep you all healthy. وأنا عايزك نحافظ عليكم كلكم بصحة جيدة. So we can get you back to England for trial, he said. حتى أخذكم إلى إنجلترا للمحاكمة. The pirates looked at each other, but they said nothing. يعني بصوا لبعضهم كده ولم يقولوا شيئا. Dick doesn't feel well, said Morgan. يعني بيقول إن ديك لم يشعر بالتحسن، قال مورغان. Let me look at you, the doctor replied. يعني دعني أنظر إليك. Yes, you have malaria. That's what happens when you sleep outside on an island like this. قال له إيوه ده أنت عندك ملاريا وده اللي بيحصل لأي حد عندما ينام على جزيرة مثل هذه. I'm surprised that a clever man like Silver didn't realize. وأنا مش يعني مندهش إن واحد شاطر زي سيلفر لم يدرك هذا. He gave Dick some medicine. Then said, "Now I'd like to talk to the boy, please." يعني قال أعطى ديك بعض الدواء ثم قال أنا أريد أن أتحدث إلى الولد من فضلكم. No, said George. عمك جورج قال له لا يا عم. Be quiet, shouted Silver. سيلفر بقى قال له بس. Doctor, you have been kind to help us with our medicine. يعني أنت كنت عطوف جدا إنك أنت تساعدنا في العلاج بتاعنا. So you can talk to the boy. وممكن تتكلم مع الولد. But first he must promise not to run away. شفت يا اخي يعني سيلفر النصاب يعني رئيس العصابة ده عنده ثقة في ان جيم هاوكنز هيحافظ على وعده فقال له هو يوعدنا بس الاول انه مش هيهرب. I agree. فوعده خلاص وافق. Good. Now you can go outside doctor and you can talk to the boy through the window. قال له بص يا دكتور انت حضرتك هتطلع في الشباك من بره وتتكلم للولد والولد هيكون من جوه. He can stay inside, said Silver. يظل في الداخل inside. When the doctor went outside, the other pirates told Silver that they weren't happy that the doctor could talk to me. يعني بيقول يا جماعة لما الدكتور كان في الخارج القراصنة الآخرين قالوا لسيلفر إنهم ليسوا سعداء إن الدكتور هيتحدث إلى جيم هاوكنز. Silver reminded them they didn't know where the treasure was yet. قال لهم يا جماعة ما تنسوش ذكرهم إنهم مش عارفين مكان الكنز حتى الآن. They needed my help. وإنهم محتاجين مساعدة جيم هاوكنز. And perhaps the doctor's help as well. وربما مساعدة الدكتور أيضا. Until the time was right. حتى الوقت المناسب. Silver took me to a window where I could talk to the doctor. يعني خدني إلى الشباك حيث أستطيع أن أتكلم إلى الدكتور. When he knew the pirates couldn't hear. ولما تأكد إن القراصنة مش هيسمعوا. He spoke to the doctor, but he sounded different. لما تأكد إن القراصنة مش سامعين تحدث إلى الطبيب ولكنه كان يبدو مختلفا. Sounded. Tell the others that I helped you, doctor. He said. قل للآخرين يا دكتور قدينا أنا ساعدتك. The boy will tell you. How I saved him too. والولد هيقول لك قدين أنا كمان أنقذت حياته. If you help me, you will also help the boy stay safe. وأنت لو ساعدتني يبقى بتساعد الولد إنه يظل على أمان. I think you are frightened, said Dr. Livesey. فدكتور ليفسي قال له أنا أعتقد إن أنت خايف. I'm not frightened, said Silver. But I know you are a good man and you will see the good in me. قال له أنا مش خايف بس أنا عارف قدين إنك أنت راجل طيب وهتشوف الخير اللي جواي. سيلفر بقى فيه خير. Now I let you and Jim talk. ودلوقتي هسيبك بقى يا عم وترجموا تتكلموا مع بعض. Silver walked away and sat down where he couldn't hear us. يعني قعد في مكان كده ما يقدرش يسمعنا. Jim, what happened? ما الذي حدث؟ Why did you leave us when we needed you? The يعني doctor. يعني انت ليه سبتنا في الوقت اللي احنا كنا محتاجينك فيه؟ The doctor asked me. الدكتور سألني. I felt very bad and started to cry. يعني جيم هاوكنز بيقول شعرت بالسوء وبدأت نبكي. I'm sorry doctor, I was wrong. أنا آسف يا دكتور أنا كنت على خطأ. They were going to kill me, but Silver saved me. وكان هيقتلوني لأن سيلفر أنقذني. I must stay here now. ولازم نستنى بقى دلوقت. No, said the doctor. You can't stay here. One jump and you are out of the fort and we can run. يعني لا مش هتستنى قفزة واحدة هتبقى خارج الحصن وبعد كده هنجري. I can't, I said. Silver trusts me now. قال له لا ما نقدرش ده سيلفر دلوقتي وثق فيا وده بيدي لك قد ايه ان جيم هاوكنز كان عنده اخلاقيات مورالز ها. But if they hurt me I'll have to tell them where the ship is. لكن لو هم اذوني كنت انا هنضطر نقول لهم السفينه فين. Because I got the ship. لان انا معايا السفينه. It's in the north of the island. انها في الشمال من الجزيره. Have on a beach. نصها على الشط.
You have got the ship, said the doctor. دكتور ليفز قال له صحيح وانت معاك اللي بتاعه معاك السفينه انت امتلكت السفينه I quickly told him my story. قلت له على القصه بتاعتي. You have saved our lives many times on this journey, said the doctor. بقول له انتقذت حياتنا مرات عديده في هذه الرحله. He then turned to Silver. ثم استدار الى سيلفر. It will be dangerous to look for that treasure, Silver, he said. يعني هيكون من الخطورة أن تبحث عن هذا الكنز يا سيلفر. Don't try to find it. لا تحاول أن تجده. But I can only save my life and the boy's life if I find it, Silver replied. يعني بقول لهم أنا أستطيع أن أنقذ حياتي وحياة الولد دوت لو إحنا لقينا هذا الكنز. Okay, then keep the boy close to you. يعني خلي الولد بالقرب منك. If you need help, shout. ولو احتجت المساعدة يعني صيح. Goodbye, Jim. Bye, he said, and left the fort. وغادر الحصن. We can look for the treasure now, Jim, said Silver. يعني نستطيع أن نبحث عن الكنز الآن, قال سيلفر. You stay close to me. يعني تظل بالقرب مني. We will look after each other. وسوف نعتني ببعضنا البعض. تعالوا يا حبيبي بقى المرحلة اللي بعد كده هنشوفوا أسئلة على الأحداث بحيث إن هي تخلي الأحداث بتاعت القصة معاك كويسة. Why did one of the pirates nervously approach Silver with a piece of paper? يعني ليه واحد من القراصنة nervously بعصبية approach اقترب سيلفر with a piece of paper يعني قطعة من الورق. To inform كلمة inform يعني يبلغ. him that he was no longer يعني لم يعد the captain. Why did Silver show the treasure map to the other pirates? لماذا عرض شو بين سيلفر خريطة الكنز إلى القراصنة الآخرون؟ To prove يعني يثبت أو يبرهن to the pirates that he could lead يعني يقود then to Flint's treasure يعني الكنز بتاع فلينت emphasizing مؤكدا emphasizing مؤكدا his value يعني قيمته as the captain الكابتن بتاعهم. Why did Jim feel conflicted when talking to Dr. Livesey? بص كلمة conflicted ديت يعني في صراع يعني معنى الكلام ليه جيم شعر بأن في صراع وهو بيتحدث إلى دكتور ليفسي because he left his friends يعني ترك أصدقائه to join Silver's gang يعني العصابة بتاعت سيلفر and he was unsure يعني غير متأكد of how Dr. Livesey would react يعني رد فعل to his decision اللي هو القرار بتاعه decision. What information did Jim share with Dr. Livesey about the ship's location? طيب what information يعني معلومة did Jim share يعني يشارك with Dr. Livesey about the ship's location يعني الموقع. Jim revealed ما معنى كلمة revealed يعني كشفه that he had the ship انه عنده الامعال السفينة and it was located وهي تقع in the north of the island in the north of يعني في شمال half on the beach يعني نصها على الايه نصها يا حبايبي على الشاطئ. How did Silver respond to Dr. Levis's advice not to search for the treasure? طيب how did Silver respond يعني رد فعل او الاستجابة لما دكتور ليفسي نصيحته يعني ألا يبحث عن كلمة سير شفور يعني يبحث عن ذات ريجر الكنز سيلفر أرجت ذات أرج يعني يناقش أو يجادل ذات فايندينج ذات ريجر يعني إيجاد الكنز واز إسينشال ما معنى كلمة إسينشال يعني ضروري أو حيوي فور هيم أند جيمس سيفتي يعني أمان أند كليمد يعني ادعى كليمد يعني ادعى هي كود أونلي سيف يعني ينقذ their lives حياتهم by locating يعني يحدد locating it يعني يحدده. What condition did Silver impose on Jim during the conversation with the doctor? طيب what condition كلمة condition يا حبيبي يعني الشرط condition يعني الشرط. Silver impose يعني يفرض يعني ما الشرط الذي فرضه Silver on Jim على Jim during the conversation المحادثة with the doctor. إيه الشرط يا جماعة؟ جيم had to promise يعني جيم had to يعني اضطر إلى promise not to run away ألا يهرب during the conversation أثناء المحادثة with the doctor مع الدكتور. How did Silver manipulate the doctor when they were alone؟ يعني كيف أن سيلفر كان بيتلاعب مع الدكتور عندما كانوا بمفردهم؟
Silver asked the doctor, يعني طلب من الدكتور to tell others أن يخبر الآخرون that he helped him. Emphasizing مؤكدا that it would also help Jim stay safe. إن جيم كده هيظل في إيه؟ في أمان. يعني إن سيلفر طلب من دكتور أن يقول للآخرين أن ساعد إنه ساعده مؤكدا أنه ده هيكون أو هيساعد في أمان جيم. What did Silver want in return for helping the doctor and Jim? يعني ماذا أراد سيلفر في المقابل؟ In return for يعني في مقابل مساعدة الدكتور وجيم. إيه اللي سيلفر طلبه في مقابل مساعدة الدكتور وجيم؟ Silver wanted the doctor يعني أراد من الدكتور to acknowledge يعني يعرف his assistance اللي هم المساعدين بتاعه believing معتقدين it would help him يعني ده هيساعده gain favor يعني يكسب المكانة and the safety والأمان. What did the doctor say to George regarding his health؟ كلمة regard يا أولاد يعني فيما يتعلق، يبقى ماذا قال الدكتور لجورج فيما يتعلق بصحته. The doctor asked George يعني سأل جورج if he took his medicine. Medicine يعني الدواء. Emphasizing مؤكدا the importance أهمية of keeping the pirates يعني الحفاظ على القراصنة healthy يعني بصحة جيدة for the journey back to England يعني في الرحلة العودة إلى إنجلترا. How did the doctor respond to Silver's claim that finding the treasure is essential for their safety? طيب بص يا جماعة أول كلمات صعبة هي تعرفوها respond يعني رد فعل أو استجابة. Respond رد فعل أو استجابة. Claim ادعاء. Essential يعني ضروري وكلمة safety يعني الأمان. يعني كيف كان يا جماعة رد فعل الدكتور لادعاء سيلفر أن إيجاد الكنز ضروري لأمانهم؟ يبقى the doctor acknowledges the danger يعني الدكتور عرفهم الخطر acknowledges the danger but advised Silver ولكنه نصح سيلفر to keep Jim close يعني انه يحافظ على جيم بالقرب منه and help if needed ويطلب المساعدة لو كان مطلوب ذلك. رب سبحانه وتعالى يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ وعلى أمل اللقاء بحضراتكم في الفصل 12 الفصل الأخير وفقكم الله.